امثل هذه المجموعه وما زلت مدير التدريب عندهم، فطبعا ده من وقتهم هم، فلازم الكريدت يتقال لهم. يعني مجموعه مغربي طبعا عارفينها، بتعمل اعمال خير كويسه، عامله مبنى اقتصادي كامل هنا، الكشف فيه مخفض جدا، بتعمل قوافل بسميها قوافل النور، بتعالج حالات مجانا، وبتنزل في القرى والبدو والحتت ديت. وده طبعا من افكار الدكتور عاكف، ربنا يديله الصحه ويصبره على موضوع اخوه، ربنا يفك سجنه. لكن مغربي شركه قديمه وتتعامل بشكل إيثيكال، مش عشان بشتغل فيها، انا فيها بقالي اقل من سنتين، لكن الحقيقه من افضل المجموعات اللي اشتغلت فيها ومن افضل الناس اللي تعاملت معها. فاحنا بنقدم كل محاضراتنا هنا في 57 باسم المجموعه، مش باسمي انا شخصيا. لما اسيبهم بقى ساعتها هبقى فري ان انا اقدم اللي انا عايزه مطرح ما انا عايز. موضوع اداره الوقت موضوع قديم، من المواضيع المحببه للمدربين عموما، ومن المواضيع اللي دايما بتطلب من الناس. ادينا تايم مانجمنت، ادينا تايم مانجمنت، وما فيش حد بيعمل تايم مانجمنت. من الحاجات اللي عايزه كوميتمنت وعايزه التزام مننا ناحيه نفسنا. فالنهارده انا هتناوله بشكل يعني مش تقليدي، هحاول اديكم شويه تولز بسيطه انا بحاول اطبقها على نفسي، وبحاول استفيد من وقتي على قد ما اقدر. نعمل كويشنير سريع كده بالايد، كم واحد حاول يطبق مبادئ اداره وقت في حياته؟ حاول، خلينا من نجح او ما نجحش، كم واحد بامانه؟ 2 4 6 8 10 12 14 15 16 16 من حوالي 70، نسبه مش عاليه. طب كم واحد نجح؟ بدور واحده بس، واحده نجحت، 2 نص نص نجح، نص نص. This means ان احنا بنتكلم على ايشو مطلوب والناس كلها بتطلب انها تعرفه، وايشو بنفشل فيه. وخلينا نعترف بالفشل، لان علاج اي مشكله انك تعترف في الاول بوجود المشكله. فاحنا مشكلتنا مع الوقت مشكله كلتشر، مشكله ثقافه. احنا ثقافتنا ضد تنظيم الوقت. ناس مريحين بطبعنا، ما بنحبش الضغط بتاع الوقت علينا. لو وقفت على راس واحد وهو بيشتغل وتقول له خلص لي في كذا، خلاص ضاع، اللي هو working under stress، stress of time. طيب طب نعمل ايه؟ يعني الموضوع مش مستحيل. يعني الموضوع زي اي حاجه في الدنيا، لما بعترف بوجود المشكله ببدا اجو ديبر للروتس بتاعه المشكله، ايه جذور المشكله، ليه وقتي بيضيع. وبعد ما اعرف الكوزس والريزونز اقدر اتعامل معاها واحد واحد، ما بقتش بقى اشباح مش مفهومه ومش معروفه، لا بقت حاجات مشخصه قدامي. انا عندي فلان بيقطعني، فلانه بتمسك التليفون عليا نص ساعه كل يوم، ها السكه دي من الطريق بتضيع مني ربع ساعه كل يوم، اول ما بدخل المكتب بيضيع وقتي في كذا وكذا وكذا، وده بيلم معايا في الاسبوع قد كذا وفي الشهر قد كذا. تمام؟ يبقى انا وانس قدرت اعرف الاسباب بسيمبل تولز جدا اللي هنقولها اثناء المحاضره، هقدر انظم وقتي. وفي النهايه برضو محدش بينظم وقته كله، لان احنا علينا ستريسز، علينا فاكتورز متغيره ومفاجآت، ودي بسيب لها وقت برضو في اليوم وانا بنظمه. عشان كده يقول لك دونت مانج افري مينت. صحيح افري مينت لها ثمنها زي ما هنشوف، لكن ما تحاولش تتصور انك هتسيطر على كل دقيقه، ده حلم من الاحلام يعني، صعب تحقيقه جدا، لان احنا مش في العالم لوحدينا. الراجل اللي بيشتغل في مكتب لوحده هو والكمبيوتر وقافل على نفسه، او بيشتغل من بيته، وقته بالكامل ملكه، الا اذا مراته بقى قالت له انزل هات لي بقدونس ولا اي حاجه سريعه كده، يبقى الحته دي مش بتاعته برضه. انما اقصد احنا جوه المستشفى هنا لينا الكاستمر الخارجي اللي هو المريض واهله، والكاستمر الداخلي اللي هم زمايلنا، كل دول بيتدخلوا في شغلنا. الانتربشنز زي ما هنشوف من اكتر الحاجات اللي بتضيع وقتنا.
قدرتك على السيطرة على الانتربشنز، قدرتك على قول لا بأدب طبعا. أحمد شوقي بيه أمير الشعراء له بيت شهير جدا أكيد كلنا درسناه، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. يعني أنت جواك بلت إن ربنا خلق آلة زمنية، ساعة حيوية بيولوجيكال بتدق 72 دقة في الدقيقة، وحياتك هي مجموعة الدقات دي. ما هو لو قلبك وقف بالسلامة بقى يعني خلاص، حياتك اللي بتعمل فيها كل إنجازاتك هي المسافة ما بين ما بتقول واء واء لغاية ما بيودعوك بالدعوات الصالحة إن شاء الله، ما يودعوكش بحاجة تانية. المسافة دي طالت أو قصرت هي القماشة اللي ربنا ادهالك تفصل منها حياتك. الهند ده كان صوف إنجليزي، كنا نحلم وإحنا في امتياز كده وتشوف الدكاترة الكبار، دكتور معتز الشربيني كان العميد بتاعنا، وقبليه الدكتور حسن إبراهيم أخو علي إبراهيم ولاد علي إبراهيم الكبير، كانوا يلبسوا أصواف إنجليزي كده وتفصيل بقى، وكان في ترزية جمال في مصر. النهاردة طبعا كله جاهز زي ما انتم شايفين، يا مستورد يا محلي بس جاهز. فكنا بنحلم ان احنا نجيب هلد 3 متر نعملها بدلة. الهلد طبعا ما عرفتش البسه في مصر، يعني ما قدرتش على تمنه، فلبسته وانا في السعودية. ممكن جدا ادي لك القماشة الهلد دي تعمل منها البدلة، وممكن تعمل منها بجام صح؟ ها؟ وممكن تعملها بربطوز. حد فيكم يعرف البربطوز؟ اكيد طبعا لبستوه كلكم انتوا صغيرين يعني. فالقماشه بتاعت الحياه هي هذا الوقت، ممكن تعمل منها، وبالمناسبه كلنا عندنا نفس الوقت، ولا في حد عنده ساعات زياده، دقائق زياده، حد بيعرف يمط اليوم، ها؟ يرحل ساعتين لبكره، يستلف ساعتين من الاسبوع الجاي. نيفر نيفر. مادة بتنفذ ولن تعود مرة أخرى. يومك النهاردة ده مش هيرجع تاني للدنيا. الساعة 12 بالليل بيتوفى اليوم نفسه. طيب أنا لما أدي لك القماشة دي وتعمل منها البدلة الصوف الجميلة، الناس كلها هتقول ياه نجح. إنما لو عملت منها البيجامة ولا البربطوز يبقى أنت أهدرت هذا الوقت. وإحنا فنانين في إهدار الوقت. أنا مرة عملت حسبة صغيرة، كل شاب بيقعد على القهوة 3 ساعات يشيش كل ليلة، حسبتها في السنة، فعدد الناس اللي بتشيش في الوطن العربي طلعت صم 10-12 مليار دولار يهدروا في صورة وقت كان ممكن يترجم إلى ثقافة، إلى دين، إلى علم، حتى ترفيه بريء يخليك فريش تاني يوم وانت بتشتغل. كل يوم الصبح بنصحى بهدية تحت المخدة 24 ساعة ربنا بيوهبهم لك، يقول لك اتفضل اصرف ال 24 ساعة دول وريني هتصرفهم في ايه. كمية الوقت اللي احنا نقدر نتحكم فيه قليل يا جماعة، زي ما هنشوف دلوقتي عندنا احصائية المواطن الامريكي بيخش الحمام مجموعه كم سنة وبيقف في الطوابير مجموعه كم سنة، هنكتشف ان الوقت الباقي للادارة قليل، لان في حاجات بيولوجية طبيعية لازم تعملها، لازم تنام، لازم تخش الحمام، ها؟ لازم تشتري أغراض البيت، ولازم تيجي الشغل. مجموع الساعات ديت في كثير منها مش تحت سيطرتك، يعني انت بتسيطر على جزء مش كبير من وقتك. فكمان الجزء ده بلاش نتلاعب بيه، بلاش نخسره بعدم إدارته بصورة جيدة. حد كده يستفتحنا ويقول لنا من أيام ثانوي والفيزياء، ما هو الزمن؟ ما هو تعريف الزمن؟ ايه الزمن ده؟ حاجة غير محسوسة طبعا، حاجة ما بتتشافش ما بتتمسكش. نسينا ثانوي وايام ثانوي ورميناه في الامتحان وخلاص. طيب الوقت بيسموه الفورث دايمنشن، بناء على اينشتاين نظرية النسبية، في 3 ابعاد للكون. البعد الرابع الفيرتشوال الغير مرئي هو الزمن، هو الذي تتم فيه كل التغيرات. الزمن عامل زي أوضة، الأوضة ممكن يتعمل فيها ميتنج وممكن يبقى فيها خناقة،
ممكن يبقى فيها فرح، ممكن يبقى فيها جريمة قتل. نفس الأوضة، الزمن كذلك. ممكن في سنة من عمرك تاخد دبلومة، وممكن سنة من عمرك تدخلك مستشفى المجانين، حسب انت عملت ايه في السنة دي، مليت الوقت ده بايه، مليته بعمل وجهد وفايدة لمجتمعك وفايدة لأولادك ولأسرتك، ولا اهدرته او حولته كمان لمنبع للخطايا وارتكاب الجرائم. الوقت احنا بنملاه باللي احنا عاوزينه، احنا اللي بنملاه، مش مفروض علينا. إدارة الوقت ببساطة هي تعظيم الفايدة من وقتك وطاقتك، لأن أنت كل ما استفدت من وقتك كل ما طاقتك ارتفعت. لما بيضيع منك ساعتين ثلاثة كده بتحس باكتئاب، بتحس أنك أنت نزلت. لو أنجزت تبص تلاقي هذا الإنجاز يديك طاقة للساعات اللي بعدها، يبقى أنت بتخدم نفسك بملء الوقت بما هو مفيد وبالإنجاز في الوقت، فيديك طاقة لبقية الوقت. إذا تعاملنا بلغة المال والاقتصاد، time is money، الناس دايما يقول لك الوقت، الوقت زي الفلوس ومهم جدا. طيب امبارح في لغة المال هيبقى إيه؟ ده امبارح شيك ملغي، cancel check، ملوش أي قيمة، لا يساوي حتى الورق المكتوب عليه. فامبارح نفس الشيء، نقدر نخطط أي شيء على امبارح؟ نقدر نستفيد بأي دقيقة من امبارح؟ أصبح امبارح خلاص، انتهى، راح لحاله. تدخل في باب لو بتاعت تفتح عمل الشيطان. طيب بكرة هديك بكرة 1000 جنيه، حليني حين البكرة عشان تديني 1000 جنيه. يا عم أنا عايز النهاردة. لا لا بكرة. كان دايما في نكتة كده، حلاق يعلق يافطة، الحلاقة غدا مجانا. عمر حد حلق مجانا عند الرجل ده؟ لأن غدا، غدا اللي عمره ما هيجي، انت بتقراها تلاقيها غدا، تيجي بكره تلاقيها غدا. فإتس ا بروميسري نوت، وعد بالدفع، هعمل كذا بكره، ان شاء الله السنه الجايه اعمل كذا. يا حبيبي خليك في اللي في ايدك، خليك في الريدي كاش. اليوم اللي في ايدك هو الريدي كاش، هو السيوله اللي تصرف منها. ما تكلمنيش عن بكره. في اغنيه كانت لفايزه باين ولا تسأل عن امبارح ومش عارف ايه. المهم احنا النهارده اولاد النهارده. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هندير وقتنا صح. في حاجه اسمها التايم في ماين، مجاعه الوقت. مجاعه، عارفين المجاعه؟ ربنا ما يكتبها علينا يعني. فالباد تايم مانجمنت بيحولك الى ستريس وضغوط تضغط عليك، بتكتشف ان في مجاعه وقت، ان مفيش وقت. يقول لك اليوم متعفرت ما بلحقش اعمل حاجه، فبما انه متعفرت ما بلحقش تعمل حاجه، حاول تستفيد منه، حاول تلحقه. تايم مانجمنت امبورتنت لانك هتصبح افيشنت، اكثر كفاءه. وهنا افيشنت تختلف عن افكتيف. انتوا الناس داخلين بقى على اكريديتيشن والتعبيرات دي لازم تبقى واضحه. افكتيف اللي هو فعال، اللي هو بيعمل الحاجه الصح، أو الحاجة الصح بطريقة صح. The right thing right. إنما الإفيشنت بيعمل الحاجة الصح بالموارد المتاحة. خدوا بالكم. إفيشنت يعني تعمل الحاجة بالموارد المتاحة. التالتة بقى منهم كومبتنت، نقولها بالمرة. إن أنت بتعمل حاجة أحسن واحد. أنت أحسن واحد بتعملها، فأنت كومبتنت. إنما إفيشنت معناته ان انا بعمل الشغل في اقل وقت ممكن، ما هي دي الشطاره. يعني انا ما اقول لك بياض لي الاوضه دي وتقول لي اديني 1,000,000 جنيه. طب انت عملت ايه يعني؟ ده انت لو دهنتها عسل ابيض مش هتتكلف 1,000,000 جنيه. انما لما تقول لي اديني 150 جنيه وانا اعرف ادهن لك الاوضه دي، هي دي الشطاره. انك تعدي العمل باقل امكانيات واقل موارد اللي هو الوقت. في واحد بيعمل حاجه في ربع ساعه، الثاني يعملها في ساعه. هو ده الفرق بين الناس. مهمتنا في الاماكن اللي زينا هنا ان احنا ازاي نخلي الناس تعمل الحاجه في اقل وقت ممكن وتعملها صح، افكتيف. طيب ثانيا هتبقى اكثر نجاحا. انا اعرف ناس يا جماعه بياخدوا شهاده كل سنه، شهاده كل سنه ان شاء الله من على الانترنت، بانه يخصص كل يوم ساعتين للقرايه، ساعتين فقط.
يقراهم بقى في الحمام، يقراهم في العربية، في الإشارات، يقراهم في أي حتة. المهم لو قرأ ساعتين كل يوم في آخر السنة اتحصل عنده علم يكفي للحصول على دبلومة. تصور انت في ناس تانية الساعتين دول بتعمل فيهم ايه؟ nothing. رائع، قشاط طاولة، استيميشن، شيشة في قهوة، ها؟ تلفزيون سخيف مكرر لا يضيف شيء للإنسان، تمثيليات وأفلام من أيام سيدنا مش عارف ايه، زائد 5-6 نجوم عمالين طول النهار يعدوا لك أفلامهم، ما تفهمش بيدفعوا فلوس ولا ايه. انا بقالي في مصر كم يوم، 17 يوم من اخر رمضان لما جيت، والله ما عدت قدام تلفزيون الا مره واحده، نسيته. طبعا في السعوديه غصب عننا انك ما فيش حاجه تعملها بالليل، بنقعد قدامه ونقرف منه، انما هنا شغول وبتخرج وبتروح وبتيجي وبتتفسح، والله ما فتحته لانه فعلا مضيعه للوقت. تالت حاجه، انت بتنظم وقتك عشان تبقى مور هيلثير، بتبقى اكثر صحه. ليه؟ كل ما وقتك ضاع كل ما هتنضغط اكتر، تعمل الشغل وانت اندر ستريس وتحمل هم انجازاتك اللي ما بتخلصش، فصحتك هتتاثر. اذا ما كانش بديبريشن وامراض نفسيه هيبقى بسايكوسوماتيك الريتابول كولون وبيبتيك ألسر والحاجات دي. طيب ده كان كوشنير مفترض، وناسف ان هو لم يطبع عشان يبقى بين ايديكم، بس هيجي لكم على النت. 32 سؤال، كل واحد فيكم هيدي لنفسه درجة من 1 لـ4، تتراوح ما بين نيفر أبدا إلى أولويز دائما. تمام؟ أسئلة كلها لها علاقة بعمل إيه في وقتي؟ وأنا في المكتب بعمل إيه مع الميل بتاعي؟ بعمل إيه في المكالمات؟ دوت ياريت تطبعوه وتحطوا لنفسكم درجات فيه، لأنه بيديلك فكرة عن مدى قدرتك على أخذ القرارات في ماذا تفعل في وقتك. النتيجة بتاعته بعد الثلاث صفحات انك لو خدت من 32 ل 64 قدرتك ضعيفة على اخذ قرارات في وقتك، لازم تراجعها وتحاول تجرب الوسائل اللي هنقولها. ما بين 65 ل 95 بتبقى اتخاذك لقراراتك في وقتك معقول، وبتبني على كده وتحسن ادائك. طبعا فوق ال 96 انت شخص رائع وبتقدر تتحكم في وقتك تماما، وحاول كمان تتفوق على نفسك. مواصفات الوقت ببساطة، 24 ساعة في اليوم، 168 ساعة في الأسبوع، 8760 ساعة في السنة. حد عمره عمل الضربية دي؟ حد يتخيل إن السنة ما فيهاش إلا 8760 ساعة؟ رقم والله ما هو كبير، حتى لو ترجمناه فلوس، لأن إيه كلام فاضي النهاردة، 8760 جنيه دول يعني تروح بيهم السوبر ماركت يفضل معاك 7 ساعات حاجة كده يعني. تاني مواصفة للوقت انه لا ينتظر وغير مرن، الساعة هي هي، في حين ان يقول لك الساعة في قرب الحبيب، كان في اغنية كده لفريد الأطرش، الساعة اللي بتبقى انت مبسوط فيها بتمر زي 5 دقايق، والساعة التقيلة بقى ومعاك مدير غلس ولا زميل غلس ولا محطوط في تيم غلس بتعدي كأنها دهر. فالوقت ريلاتيف برضه، رغم انه غير مرن لكن ريلاتيف. وانت قاعد مستني المزه بتاعتك الساعه بتبقى تقيله جدا، لكن بعد ما بتيجي الساعه بتعدي زي الدقيقه، لان وقت جميل على الله بس يبقى جميل في الاخر، ما تخنقوش يعني. الفرق هو طريقه استخدامك للوقت، مش انه مرن او غير مرن. ثانيا او ثالثا او رابعا، لا يمكن ادخاره للمستقبل، مفيش حد يقدر يشيل تايم للمستقبل، ولا يمكن تعويضه، ما اقدرش اعوضك عن اي وقت بيضيع منك بره، بيدفعوا فلوس عن الوقت اللي يفقد بسبب طرف ثالث، وفي تامين ضد ضياع الوقت اظن حاجه زي كده. مره سالوا بيل جيتس لو وقع منك 100 دولار توطي تجيبها؟ قال لهم لا، لان الوقت اللي هاخده في التقاط ال 100 دولار انا بانتج اعلى من ال 100 دولار في الوقت ده. ايامها قسموا ثروته على السنه وكده. وبالمناسبه بيل جيتس برضه في حوالي 100 مليونير او 50 مليونير مش فاكر، سئلوا اسرار نجاحكم ايه؟ كلهم بلا استثناء حطوا نمبر 1 حسن استخدام الوقت. لو تفتكروا ايام المدرسه كان الولد الاول على الفصل مش شرط يكون اذكى واحد، بس هو اكتر واحد ديديكيتد للمذاكره.
ومنظم وقته. بالمناسبة الخمسين دول أظن كان 60% منهم معهمش جامعة، معهمش تعليم جامعي، مليونيرات أو مليارديرات يعني. فحتة النجاح وكليات القمة دي حاولوا تنسوها شوية. لا توجد عينات مجانية من الوقت، ما اقدرش اديك عينة تجربها، كل دقيقة لها ثمن مدفوع من حياتك. سوء استخدام وقتك يؤثر على الآخرين، ودي نقطة مهمة جدا في الأماكن الجماعية، المؤسسات، التيمز اللي بتشتغل مع بعض، الأقسام اللي عاملة انترفيسنج مع بعض. انت لو ضيعت وقتك انت حر في وقتك، انما ساعات تضيع وقتك بيأثر على وقت الآخرين. انا بستلم منك شغل، انت أخرت الشغل، انا رخر هأخر شغلي. انا في تشين او في بروسس، فانت جزء من البروسس، خطوة، الخطوة دي اتأخرت كل اللي وراها هيتأخر، صح؟ يبقى انت ما بتأذيش نفسك بس، بتأذي نفسك وبتأذي غيرك. النجاح دائما هو نجاحك في استغلال وقتك. المشكلة كبيرة يا جماعة، وتصل التقديرات ان احنا بنفقد في المتوسط ساعتين يوميا، ساعتين من وقت مهم جدا، ممكن على الاقل ساعة او ساعة ونص منه يوجه للعمل والعلم والنجاح، ونص ساعة توجه لترفيه، علاقة مع أولادك، مع زوجتك، مع جيرانك، مع رحمك، ها؟ أعمال خيرية تطوعية. أنا فرحان جدا إن مصر بدأ يكتر فيها موضوع الأعمال التطوعية. من مشاكلنا وكترتها بدأنا نحس ببعض، فبدأنا ندي جزء من وقتنا للأعمال التطوعية والخيرية، ودي حاجة كويسة جدا. إيه علامات تضييع الوقت؟ أعرف منين إن أنا وقتي بيضيع ومش تحت سيطرتي؟ في علامات بسيطة كده. مكتبك في حالة فوضى، سطح مكتبك مليان ملفات وورق مفتوح ومنطور، معناته ان الحاجات دي كلها اوبن وما خلصتش، ودي هتضيع وقتك. ما بتقدرش تلاقي الاشياء بسهولة، تدويرك على الاشياء نتيجة عدم نظامك في ترتيبها هيضيع وقتك. عدم الالتزام بالمواعيد وعدم التحضير للاجتماعات، كل ده برضو يعني انك انت ما بتنظمش وقتك صح. التطوع بعمل اشياء هي واجبات اشخاص اخرين، دي علامه انك انت ايه، مش مقيم وقتك كويس، ما انتش ايه، ما انتش مديله اعتباره، بدليل انك عمال تتبرع بيه للاخرين في اعمال ما هياش اعمالك، معناته الوقت ده مش فارق معاك. وهي اهم حاجه انك تحس بقيمه هذا الوقت. يعني اللي نفسي بس نطلع بيه من المحاضره دي، لو هنقدر نطلع بحاجه، ان احنا نحس قد ايه الوقت ده شيء مهم وثمين. دائما متعب او غير قادر على التركيز. كونك ناجحا لا يعني انك تدير وقتك بشكل صحيح، لكن لو ادرت وقتك بشكل صحيح هتنجح. فاذا كنت ناجح هتبقى ناجح لاسباب مختلفه، مش شرط منها انك تكون بتدير وقتك صح. طيب، فوائد اداره الوقت، جزء زود سين، انتاجيه اعلى، ضغوط اقل، الرضا عن الذات، تحقيق التوازن في الحياة لأنك بتقسم وقتك كويس وبتدي كل ذي حق حقه، تجنب الفشل أو الإحباط، الإحساس بثقة أكبر في قدرتك على إنجاز الأعمال. كل ما وفرت لأعمالك وقت كافي هتحس إنك ممكن تنجزها، إنما لما تتزنق وشغلانة بتتعمل في ساعة تلاقي باقي لها ربع ساعة، في أمل هنا إنك تعملها صح هتكلفتها وهتطلع من تحت إيدك وحش. ثقتك في إنجاز الأعمال بيزيد بتوفير الوقت اللازم. الوصول لأهدافك في النهاية. معوقات إدارة الوقت، ليه ما بندرش وقتنا صح؟ أو ليه ما بنقدرش ندير وقتنا؟ أهداف غير واضحة، وهنعرف إن إحنا قبل ما نبدأ ندير وقتنا في الجزء الثاني من المحاضرة لازم نحط أهداف، لأن اللي ما بيحطش أهداف ما بيبقاش عارف هو رايح على فين، فمش عارف إيه الموارد اللي لازم تدبرها لتحقيق الأهداف اللي منها الوقت. فأهدافك الغير واضحة أول سبب بيخليك ما بتنظمش وقتك. عدم التنظيم، عدم القدرة على الرفض، اللي هو بنسميه الإيه؟ الأسيرتف نو. أقول أسيرتف بأدب وذوق وشياكة، بس نو، مش شغلتي، مش معادها النهاردة، آسف، مش مسؤوليتي. إحنا ساعات ما بنعرفش نقول نو. في ناس بتلعب على الطبيعة الخيرة للآخرين، معلش عشان خاطري، معلش والنبي، لا، اقدر اقول نو لما تحتاج تقول نو. دي بنسميها assertiveness، ودي لها محاضره بقى لوحدها خالص. المقاطعات، الانتربشنز، احنا فنانين في مقاطعه بعض، مواعيد غير مناسبه، مكالمات ملهاش لازمه، دروب ان كده بدون ميعاد، تفتح الباب اهلا وسهلا
ما هم مش واخدين ميعاد ولا قايلين لك وانت مش مجهز ويمكن داخل تنام عندك شغل مهم الصبح. لا اتفضل اتفضل. لا ما ينفعش. برضه في الشغل في ناس غاويه تقطع ناس، ناس غاويه تضيع وقت ناس، او مش واخده بالها. هناخد بالظن الحسن ونقول مش واخدين بالها. فترات من الكسل او عدم النشاط، اعمال كثيره في وقت واحد لانك اتزنقت، الضغط العصبي والارهاق، العمل بصوره مستمره، انك انت تبقى ايه وركهوليك زي ما بيقولوا، مدمن عمل وما بترفهش. كل دي حاجات بتدخلك في لوب ما بيخليكش تنظم وقتك. اكبر جزء مهمل في كيفيه اداره اوقاتنا هو مستوى الطاقه لدينا. فقيم مستوى طاقتك في اليوم. في ناس سميهم كائن صباحي وناس كائن مسائي. في ناس تحب تصحى بدري وتفكرين ايام المذاكره بالذات. انا كنت باخد بالي ان دايما البنات اغلبهم يصحوا بدري ويذاكروا، احنا بقى الشباب كنا نسهر لغايه الفجر وننام لغايه الظهر، طبعا المعسكر الاخراني اللي بيبقى قبل الامتحان. ففي ناس تعرف تنتج الصبح كويس وساعاتها الاولى من اليوم بريليانت ممتاز. فدي برضو مهمه قوي في توزيع الاعمال، المفروض في الساعات المنتجه دي احط افضل اعمال عندي، اكتر اعمال محتاجه تركيز وشغل عقلي. لو انت كائن مسائي انتبه بقى، الكائن المسائي بيحب السهر وبيحب الاستمتاع بالليل، خد بالك ده هيأثر على عدد ساعات نومك، فهيخليك الصبح كسلان وتضيع جزء من النهار تاني يوم. فلازم تشخص نفسك انت صباحي ولا مسائي. النوم الغير الكافي هو اسرع طريق لتخريب مستوى طاقتك. في احصائيه عن الامريكان، ما اعرفش اذا كان في زيها عن المصريين، بمتوسط عمر 70 سنه بيقضي 7 سنين منهم في الحمام. تخيلوا بقى 7 سنين عشر حياته. 6 سنين في تناول الطعام الوجبات المختلفه، وخصوصا 5 سنين واقف في طوابير، 3 سنين اجتماعات، 8 شهور في قراية ميل غير مرغوب فيه أو ملوش لازمة أو غير مفيد، و6 شهور انتظار في إشارات المرور. إحصائية مفزعة جدا، معرفش قد تكون عندنا مختلفة لكن أكيد فيها تضيع وقت أكتر من كده. نعم؟ طوابير المرور. بس الطوابير يا ريتها لو وقفت عدل والله تخلص بسرعة. إنما بقى طيب. يتم مقاطعته أثناء العمل 73 مرة يوميا. درسوا كده الناس في مكاتبها، في المتوسط بيجيله مقاطعات 73 مرة سواء تليفونات أو بيرسونال. فدي حاجة يجب التعامل معاها بما أنها 73 مرة. لو كل مرة خدت دقيقتين دخلنا في 3 ساعات. يأخذ بعض العمل لإنجازه لمدة ساعة في المنزل يوميا في المتوسط، يعني ممكن يوم 3 ساعات ويومين مفيش، لكن في المتوسط لازم يأخذ كمالة شغل البيت. بيقرا اقل من 5 دقائق يوميا. تخيلوا بقى الامريكان، امال احنا هنبقى ايه؟ حسبوا اللي بيقروه في السنه وقسموه طلع 5 دقائق في اليوم. احنا ما اعرفش يمكن نطلع دقيقه ولا دقيقتين. وبيتمرن بيعمل جيمنيزيوم او جوجينج او مشي اقل من 3 دقائق يوميا. ارقام طبعا مفزعه جدا يعني. الانسان العادي بيستطيع باداره وقت جيده انه يكسب 2 ساعة في اليوم. وده سكور عالي ومهم جدا لانه هيستخدمهم زي ما قلنا من شويه ممكن مثلا في الحصول على الشهاده خلال 1 أو 2 سنين جاست بال2 ساعة دول. في بعض المفاهيم الخاطئه misconceptions لازم ننظف عقولنا منها قبل ما نبدا ندير وقتنا. اول حاجه انجاز ما هو مطلوب يعتمد على مدى نشاطك وانشغالك. عارفين ام العروسه كده الفاضيه والمشغوله تلاقيه خارج طالع وطالع نازل بتاع راجل فيري بيزي نشيط جدا. انما لانه مش منظم وقته لا شغال باولويات ولا موزع الوقت بشكل جيد على التاسكس اللي عنده الواجبات اللي عنده فيبقى شكله نشيط ومشغول لكن في نفس الوقت ايه لا ارى طحينا مفيش حاجه طالعه منتجه كتيره. فده طبعا misconception. انت فاهم انك كل ما كنت نشيط وبتشغل بجديه كل ما الوقت هي لا الوقت ما بينظمش نفسه انت اللي بتنظمه. العمل بجديه يقضي على مشاكل تعاملك مع الوقت. لا اسف العمل بجديه ده مفهوم تاني ومطلوب وده اللي يفرق بيننا وبين الخواجات. هم بيشتغلوا بجديه وباصرار سميهم ايه سيريس اند بيرسيستنت وهو ده الفرق بين الشرقي والغربي. احنا دايما عندنا دلع شويه
الحاجة نعملها نص نص، مفيش إصرار على الحاجة، أسبوع المرور وبعد كده المرور يبوظ، أسبوع النظافة وبعد كده النظافة تنتهي، ما عندناش حتة المواصلة الإصرار. لو قدرنا نعمل الحاجتين دول نبقى ممتازين جدا. انجز كل شيء بنفسك لكي تضمن مستواه. دي بقى موجهة للمديرين السوبرفايزرز. فكان محمد صبحي في كارمن، بس أنا ليا وجهة نظر تانية. هو عاوز يعمل كل حاجة بإيده لأنه له وجهة نظر تانية، مش قابل إنه يدي الشغل لغيره اللي هو بنسميه الديليجيشن، التفويض. والتفويض هتيجي سيرته في المحاضرة دي كتير جدا، لأن مفيش مدير يقدر يعمل كل حاجة، حتى التاسكس المكتوبة في الجوب ديسكريبشن بتاعه ما يقدرش يفولفلت كلها. وجزء من واجباته إنه يفوض غيره لسببين، عشان يطلع وقت الأشياء أهم، وعشان الآخر ده يتعلم يتدرب لأنه في يوم من الأيام هيقعد مكانه. إنما في ناس لقمة بقى يقول لك أنا هدربه وأعلمه عشان ينطرني. لا، أنت ماشي ماشي. أنا بقالي في المؤسسة سنتين وبقالي فيها سنتين، عايز أروح على 60 إن شاء الله. بنيت حاليا في نص مراكز مغربي ومناطقه مدربين صغيرين، عشان يوم ما أمشي يبقى عندهم ترينرز في كل الفروع، وبدربهم بنفسي وبتابعهم بنفسي. عندي 4 في مغرب الرياض الجديد ده، مستشفى 70 سرير في احسن حته في الرياض. في 4 ترينرز هناك، وللفخر 3 منهم مصريين، يعني عيال بريليانت، ولما اتعلموا اتعلموا كويس وتقبلوا التعليم وبيحضروا النهارده. محاضراتي دي بيدرسوها بعديه زي المعيدين كده. طب انا ممكن ما اعملش كده ويفضلوا ماسكين فيا لغايه اخر نفس؟ لا، لاني مسيري همشي. ودام مشيت وسبت ناس تحمل العلم بعدية، يبقى أنا عملت حاجة للمكان ده. في ناس تقول لك أنشطة الحياة اليومية المعتادة لا تحتاج لتخطيط. أنا هقعد أخطط، أخش الحمام أقعد قد إيه، وأنزل العربية قد إيه، وأوصل للشغل في قد إيه. أيوة، جزء من الساعتين اللي هنكسبهم بتخطيط الأشياء العادية. أقسم بالله أنا من يوم ما بدأت أتعلم تايم مانجمنت بعمل التودو ليست حتى للأجازة. يعني وأنا قاعد في جدة قبل ما أنزل الأجازة بعمل تودو ليست للأجازة. مراتي تقول لي حرام عليك دي اجازه، سيب كده شويه. اقول لها لا، اذا ما كتبتش مش هعرف انا ورايا ايه، ودي تتعمل يوم كذا، ودي في اول الاسبوع علشان مش عارف حاجه حكوميه، دي ما تروحش يوم الخميس لانك مش هتلاقي حد. واقعد اخططها، وفعلا بقدر اخلص اغلب اللي انا عايزه في الاجازه، وبرضه بستمتع بيها الحمد لله. فكل الحاجات اليوميه العاديه اللي انتم متصورين انها مش عايزه تخطيط هي دي اللي بتضيع وقتنا. اخر حاجه، اذا كانت اعمالك تؤدى بشكل جيد فهذا يعني انك تستعمل وقتك بحكمه. لا، كونك تطلع العمل كويس او باحتراف او بكواليتي مش معناته ان استغلت وقتك كويس. ليه؟ ممكن اطلع حاجه بكواليتي جيد بس بضعف الوقت. صحيح مقبوله والناس هتقبلها منك، بس بدل ما اقدم 2 ريبورتس قدمت ريبورت واحد. صحيح جيد وممتاز، لكن اتعمل في ضعف الوقت المطلوب. يبقى دي كلها يا جماعة misconceptions، مفاهيم خاطئة. إدارة الوقت تقلل الضغوط. ليه؟ لأنك أنت لما بتبقى مضغوط بتحاول تعمل المستحيل، بتعمل الأشياء غلط وبتأجل. أحد الأمراض والآفات اللي في حياتنا اللي بتخلينا يضيع مننا الوقت هو البروكراستينيشن، اللي هو التأجيل، postponement. الحاجة تتأجل وما أنتش عارف هتنتهي إمتى، وغالبا ما بتتعملش طول ما هي عمالة تتأجل. التخطيط مهم جدا، وهو ده اللي بتبدأ بيه قبل ما بتعمل تنظيم وقتك، لأن الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل. خطط لكل يوم، كل أسبوع، كل سنة. يعني احنا هنبدأ بعد شوية في إدارة وقتنا في الجزء الثاني من المحاضرة بأن احنا نبدأ بتخطيط اليوم. يومك لازم كل يوم الصبح يبقى عندك تدو ليست صغيرة كده متعلقة قدامك أو على تابلو العربية لو بتسوق، معمولة من اليوم اللي قبله. انا كنت ساعات اخرج وانساها ارجع اخدها من البيت، مع ان انا كاتبها وعارف اللي فيها ايه، لكن عامل لها كلر كودينج، محدد لها اوقات بشطب كل حاجه تخلص، بيدي لك موتيفيشن لبقيه اليوم. تستطيع دائما التغيير في خطتك، لكن يجب ان يكون عندك خطه. تمام. علامات اهدار الوقت: فوضى على المكتب او ملفات ملخبطه، عدم عثور على ما تريد، اهمال في التزام بالمواعيد، متعب وغير قادر على التركيز. هل يحدث معك؟ اسأل نفسك الأسئلة دي. أن تبدأ عملا بدون التفكير ماليا، فكرش في العمل ده قبل ما تعمله. عمل أشياء غير منتجة بحكم العادة، بتعملها لكن غير منتجة، اتعودت تعملها.
عدم توقع الازمات، ودي علامه لعدم تنظيم الوقت، كرايسيس، ونشتغل كرايسيس مانجمنت وانتم عارفين مشاكله. عمل زيارات او مكالمات غير ضروريه، الترفيه اثناء العمل، خلط العمل بالترفيه، عدم القدره على الوقوف، الوقوف في وجه المقاطعات. في فورمولا بسيطه لترتيب الاولويات، في حاجات يجب ان تفعلها بنفسك فبنقول عليها دو ات، في حاجات تقدر تديليجيت، تفوض لغيرك، زي مشوار تبعت فيه ابنك، نفس الشيء في الشغل تقدر تخلي مرؤوسك يعملها، سكرتيرتك تعملها. تالت حاجة حاجات تأجلها، بس هنعرف بعد شوية ان لازم نحط لها ديدلاين. اخر حاجة حاجات يجب ان تلغيها، ومنها الحاجات الاقل انتاجية اللي قلناها في السلايد اللي فات. يبقى احنا بنفتكرهم كلهم بالدي، دو، ديليجيت، ها، ديلي، وديليت، طبعا حسب الأولوية والأهمية. ترتيب الأولويات، address the urgent، دايما الحاجات العاجلة هي أول حاجة، accomplish what you can early، أي حاجة تقدر تنجزها مبكرا خلصها، attach deadline to things you delay، هعمل delay لكن لازم أحط عليها الديدلاين بتاعها أو المفروض أعملها. تحب تاخدوا بريك ولا نكمل؟ نكمل؟ شوف شغل وكده، أنا كنت عامل حسابي إن الكوشنير بياخد حوالي تلت ساعة، فطبعا ما انطبعش فما عملناهوش، فالتلت ساعة اتوفرت يعني. طيب، خطوات إدارة الوقت، هنبدأ بقى بعد ما اقتنعنا، أظن يعني اقتنعنا باللي اتقال ده كله يعني، بأهمية الوقت وأهمية اتخاذ قرار بالإدارة. طيب هندير وقتنا ازاي؟ هنبدأ بحاجة اسمها الكوميتمنت، اللي هو الالتزام، هلزم نفسي واخد عهد على نفسي بيني وبين نفسي، لان ده شيء خاص بيا خالص، ان انا ابدأ انظم وقتي من معاد معين. حدد ازاي هتستعمل وقتك، حط اهداف قصيرة وطويلة، ونظم يومك، ودي اخر خطوة. ازاي هتلتزم؟ ازاي هنعمل كوميتمنت؟ اول حاجة لازم نكون واقعيين، ما تتصورش انك هتنظم كل حاجة مرة واحدة وانك هتبقى بيرفكت من اول يوم او اول اسبوع او حتى اول شهر. لازم عندك نوع من الواقعية، بتبدأ بحاجات معينة عارف انها بتضيع وقتك، ابدأ بيها وشوية شوية اسرح على بقية اليوم ونظمه. لا تحاول السيطرة على كل شيء، حفز نفسك. وهنا بضيف ان احنا نحفز بعضينا، يعني لو اتنين زملاء، ها، رئيس ومرؤوسي وعلاقتهم طيبة ببعض، الناس دي تقدر تحفز بعض بانها تبدأ تعمل تايم مانجمنت في وقت واحد. ها، اخبار التايم مانجمنت معاك ايه؟ عملت ايه في وقتك امبارح؟ الوقت اللي ضاع عرفت فهمت ليه ضاع؟ هتقدر النهارده ما تضيعوش؟ نوع من الايه؟ تحفيز المتبادل. ضع موعدا للبدء، ويا ريت ما يبقاش السنه الجايه يعني. انه يبقى مثلا الاسبوع الجاي، من يوم السبت، من بكره، من يوم الجمعه، المهم حط ميعاد والتزم بيه. تاني خطوه، حدد هتعمل ايه في يومك، وده يتصل بالاجابه على الاسئله القادمه. اول حاجه، متى بدات اول اعمالي الاساسيه في يومي؟ في ناس اول ما بتيجي الشغل يعني بتحركش كده، تضيع شويه وقت في قهوه، في جورنان، في ترتيب شويه ورق، يعني تحس ايه انه ايه بيلين لغايه ما يبدا. اسال نفسك السؤال ده وراقب نفسك لمده اسبوع او اسبوعين. انا بنصح طبعا عشان نجاوب على الاسئله دي ان احنا نشيل نوتة صغيرة في جبنة لمدة اسبوعين، سجل فيها كل ما تفعل من اول ما بتصحى لغاية ما تنام، حتى لو حاجة بتاخد دقيقتين، وبعد الاسبوعين اقعد يوم جمعة كده حللهم. حط الانترنت على بعضه، حط الميتينجز على بعضها، جاوب على الاسئلة الخاصة اللي جاية بالانتاجية، وخاصة بدل كل تاسك قد ايه من وقتي، احسن وقت في يومي بشتغل فيه، صبح ولا بعد الظهر ولا اخر النهار. مجموع الاجابات على الاسئله هيجي من دراستك للي اتكتب في الاسبوعين دول. قابلت فلان خدني على مش عارف فين، قعدنا 10 دقائق. فلانه كلمتني في التليفون في موضوع مفاجئ كده، خدت 7 دقائق. اكتب ده كله عشان تعرف وقتك بيروح فين. مش يا بيه ساعات اخر الشهر بتقول للمدام الفلوس راحت فين؟ وديت مصروف البيت فين؟ لو هي مش كاتبه مش هتعرف تجاوبك. يا اخويا عليك، وانا هوديه فين؟ ما هو صرفته على البيت. بس صرفت ايه في اللحمه وايه في الخضار وايه في العيش وايه في المواصلات؟ مش مكتوب. فازاي هتنظم مصروفك وانت ما انتش عارف الايتمز؟ تاني سؤال، هل كان ممكن البدء مبكرا؟
لإنقاذ جزء من الوقت بتاع الحركشة بتاع الصبح. متى كان أفضل أوقاتي إنتاجا ومتى كان أقلها إنتاجا؟ ليه السؤال ده؟ عشان أوزع شغلي. فاكرين حكاية كائن مسائي وكائن صباحي؟ بوزع شغلي على حسب الأوقات اللي أنا أكثر إنتاجا وأقل إنتاجا. الأوقات اللي أنا أكثر إنتاجا بحط فيها العمل الهام، الحاجات اللي عايزة بحث، عايزة فكر، عايزة قرارات. وحط في الأوقات الأقل إنتاجا الأشياء، الحاجات اللي مش عايزة تفكير كتير، أرد على ميلز، أعمل تليفونات، أنظم الفايلات بتاعتي، أنظف مكتبي. المهم الوقت اللي أنا إيه دماغي بيبقى بعد اللانش بريك، بيبقى مثلا ساعات بعد الظهر، ساعات في ناس بتعمل كام ده الصبح بيبقاش فايق لسه، محتاج له كده 30 نسكافيه على قهوة على شاي لغاية ما يقوم. فممكن يستغل الوقت ده في شوية الحاجات اللي مش محتاجة تركيز. ما هي الأنماط السائدة في كل وقت؟ يعني أنا فين أكثر نشاطاً وفين أكثر كسلاً؟ كيف أقضي ساعة العمل الأولى؟ مهمة جداً، لأن ساعة العمل الأولى دايماً بتصنع يومك. كل ما كانت ناجحة وفيها إنجاز تلاقي يومك حلو وماشي معك كويس. من أو ماذا يقاطعني؟ وبالذات للستات، معلش أنا مش متحيز ضد الستات، بس أنا ملاحظ إن هما يعني الكلام عندهم اكتر شويه، التليفون ياخد وقت اطول شويه، القعده تقيله شويه، فالمقاطعه تعني اوقات متاخده مني غصب عني، وساعات بتكسف اقول للناس انا اسف ورايا شغل قوم. وهنعرف برضو بعض التيبس الظريفه ازاي نتغلب على المقاطعه. من او ماذا يقاطعني؟ هل من الممكن الغاء بعض الاعمال اليوميه؟ هل في حاجات ملهاش لازمه اشيلها ديليت اللي هي الرابع دي؟ هل أقضي أوقات أكثر أو أقل من المفترض في بعض الأعمال؟ دي مهمة جدا في توزيع وقتك على أعمالك. في ناس بتوزع وقتها بالتساوي على الأعمال وده خطأ. في أعمال عايزة وقت أطول وفي أعمال تتعمل بسرعة. فتعود دايما أنك تدي وقت أطول للأعمال الهامة ووقت أقل لما هو تافه أو مش عايز تركيز. الأنشطة الأصيع تفويض، تاني مرة هنجيب سيرة التفويض وإن إحنا ممكن في حاجات كتير غيرنا يعمل. تاني خطوة بعد الكوميتمنت وبعد إن أنا أسأل نفسي، تالت خطوة بعد ما أسأل نفسي الأسئلة وأجاوبها من خلال اللوج اللي أنا بعمله في الأجندة، بحط أهداف طويلة وقصيرة، أهداف مهنية وأهداف شخصية. أنا بعد سنة عايز أبقى إيه؟ بعد 5 سنين أكون أنجزت إيه؟ بعد 20 سنة؟ في ناس حطت خطط لنفسها يا جماعه بالعشرين وتلاتين سنه ونفذتها، وانا شفت نماذج من ديت. صحيح ممكن حاجات تتاخر، حاجات وقت يضيع شويه، هدف يتاخر شويه، مش مشكله، بس في النهايه انت شغال على غايه، على حاجه في اخر النفق كده ضوء شايفه. فبنحط على المستوى الشخصي اهداف طويله المدى وعلى المستوى المهني بروفيشنال، وبعد كده اقسمه الى اهداف قصيره المدى. الهدف اللي بتاع الخمس سنين طويل المدى يتقسم لسنوي، والسنوي يتقسم لشهري. رابع حاجة، نظم يومك. جهز قائمة الأعمال اليومية اللي بنسميها to do list، رتب فيها أولوياتك، لا تشغل كل دقيقة من يومك، سيب برضو فراغات للظروف للطوارئ لنفسك، 5 دقايق كده كوباية شاي في حتة لطيفة، مكالمة مع صديق 3 دقايق نكتة حلوة، حاجات بتعمل لك انرجي وبتمشي يومك. فيعني ما تزنقش الحاجة بالدقيقة. استخدم الألوان لبيان الأهمية، حط أحمر مثلا للتوب إيرجنت، حط أزرق للي بعديه، أخضر للي بعديه، أصفر للي مش مهمة خالص، لأن لو ما تعملش ما هيش هيأثر. ودايما يبقى عندك قائمة واحدة، ما تحطش أكتر من تدول ليست عشان ما تتلخبطش. استعمل الكروت اللي هي 3x5 بوصة دي، بتبقى لطيفة، سهل شيلها، سهل تعليقها. اكتب كل أعمالك في القائمة، ابدأ في التفويض، ثالث مرة نقول التفويض، اجعل القائمة أمامك دائما، اللي بيسوقوا وبيشتغلوا بره في الماركت يحطوها على التابلو العربية، لها مشبك كده مخصوص، أو بتحطها في مكتبك قدامك. انجز الأعمال الغير مستحبة أول شيء، لأنك لو أجلتها مش هتعملها. كنا دايما أيام تدريب البيع سيلز بيبل نقول لهم ابدأ بالزبون الغلس الأول، لأنك لو أجلته مش هتروح له. اخلص منه الأول النهار عشان بقيت يومك يبقى حلو. خصص وقت لنفسك، قلناها قبل كده، ابدأ بالأهم وانجزه برايوريتي، التزم بقائمتك اليومية ما تخرجش عنها كثيرا. يبقى هنا بنعمل قائمة بالأعمال مطلوب إنجازها، نحدد أولوية كل عمل وأهميته،
قم بتقدير ما يحتاجه كل عمل من وقت، صمم جدول لإنجاز الأعمال. الجداول بالمناسبة شيء جميل لو إيه نتعود عليه. قارن تقديرك للوقت مع ما استغرقه إنهاء العمل فعلا. في حاجات بنسميها التايم سيفرز اللي بتنقذ الوقت، تساعدنا في تنفيذ الجدول اللي احنا بنعمله. أول حاجة دراسة الأزمات المتكررة. من آن لآخر بيجي لك أزمة معينة، زنقة معينة، افهم بتحصل ليه. ليه مثلا ناحية التسليم مشروع معين؟ ليه في نهاية الأسبوع بيحصل لي الزنقة دي؟ ليه من آن لآخر بيحصل فشل في الحتة دي؟ فأي أزمات متكررة ادرسها. خصص بعض الوقت للتواصل مع رؤسائك. ليه بقى؟ لغرضين. أول حاجة التواصل مع الرؤساء للتعلم منهم، لأن قطعا رئيسي عنده خبرة أكتر مني، مر في نفس المشاكل اللي أنا بمر بيها، فالتواصل قد ينقل خبرته إلي. نمبر 2 عشان أفهم توجهاته، أفهم هو ناوي يعمل إيه، الشهر الجاي مخبلنا إيه، داخلين على إيه. لأن كتير قوي ناس بتشتغل في الضلمة، الحاجات تنزل عليهم كده إيه زي قصرية زرع كده وقعت عليك وانت ماشي في الشارع. فهو الشغل يفاجأ فيه بحاجات لو هو متواصل مع رئيسه، وطبعا ده معناته برضو الرؤساء يسمحوا بالتواصل معهم من مرؤوسيهم، بيقدر تعرف توجهاته، فكره، ايه الخطط الجاية. تمام؟ احتفظ بالأوراق القديمة. شكرا. احتفظ بالأوراق القديمة، اي ورقة او اي تودو ليست احتفظ بيها كده لمدة شهر. ليه؟ بترجع لها تشوف ايه اللي ما بيخلصش، ايه اللي دايما بيتأجل. ها؟ اتعلم من اخطائك، اتعلم من اللي فات. قم بالتخلص مما لزوم لهم، سميه لوندري، اعمل كده غسيل لأوراقك والأعمالك من آن لآخر. راجع مكتبك واعرف ايه اللي ملوش لازمة فيه او اللي ملوش لازمة على المكتب واخلص منه، لان طول ما هو قدامك عامل استرس عليك. اتعلم امتى تقول لأ، اللي هي كلمة الاسيرتفنس، ازاي ابقى ايجابي، ازاي ارفض عندما يكون الرفض من حقي، مش ارفض اي حاجة يعني. تعود استعمال الأجهزة المكتبية الحديثة، مهمة جدا يا جماعة. في ناس عندهم فاكسات وسكانرز وأجهزة تصوير وما بيعرفش يستخدمها أو مستخدمهاش الاستخدام الصح. الأدوات دي كلها اخترعت ووجدت في المكاتب ودفع فيها فلوس لإنقاذ وقتك، لإسعافك في الزنقة. تعود استعمال الأجهزة، فوض فوض فوض. رابع مرة نجيب سيرة التفويض كإنقاذ للوقت، واستشر الآخرين. دايما أسأل من سبقني، أسأل رئيسي، أسأل زميلي اللي كان في المكتب قبلية، الناس اللي تعينت في المكان بتعملوا إيه في كذا، الحتة دي بتاخد مني وقت أتصرف فيها إزاي. ده خبى من استشار يعني. طيب كل أعمالنا لازم نحطها درجات في الأهمية عشان نعرف نتناولها. فدايما الإرجنت كل ما هو مرتبط بديدلاين، بموعد تسليم، موعد إنهاء، فده بيبقى الارجنت اللي له الأولوية. تاني حاجة بنسميه الامبورتنت، الهام، اللي هو له علاقة بما يصنع نجاحنا. احنا في الخدمة الطبية من يصنع نجاحنا؟ المريض اللي احنا جايين عشانه. فكل ما له علاقة بالمريض هو الكور اوف اور بزنس، اللي بيصنع نجاحنا، فده اللي بنعتبره امبورتنت. وما يؤدي لنمو الأعمال يجي تالت حاجة، زي اللي احنا بنعمله دلوقتي، التدريب، الماركتينج، ها، الاعلانات، كل ما هو يؤدي لنمو الاعمال يجي ثالث حاجه. يعني ما اعملش تدريب على حساب المرضى، ما اعملش انشطه تسويقيه واسيب المرضى، ها، اعلانات واسيب المرضى، لا، المرضى نمبر 2 بعد الارجنت. وطبعا في حاجات ريليتد للمرضى ممكن تبقى ارجنت. تمام. طيب من المنطق دوت قسمنا اربع مربعات على محورين، محور اهميه التاسك، اهميه الشيء اللي انت هتعمله، ومدى انه عاجل او غير عاجل. فنتج عندنا اربع مواقع بالرسم البياني. يعني هنلاقي اول موقع اللي هو وقع ما بين الامبورتنت والارجنت، حاجه هامه وعاجله. اذا ما كنتش تبدا بدي تبدا بايه؟ دي اول حاجه بتبدا بيها. يليها الهامة لكن أقل في الاستعجال، غير عاجلة لكن هامة. يليها الخضرة اللي هي قليلة الأهمية لكن عاجلة برضو
في حاجات عاجلة لكن قليلة الأهمية، هتعملها ثالث حاجة آخر حاجة واللي قد ما يفضل لهاش وقت، اللي هي قليلة الأهمية وغير عاجلة، عشان تبقى عارف تنظم وقتك وتوزعه ازاي. ما تسيبليش حاجة عاجلة أو حاجة هامة وتشغل نفسك في حاجة لا هامة ولا عاجلة. يا فندم أنا بشتغل أهو. اشتغل إيه يا ابني؟ فقه الأولويات، اعرف وزع وقتك ازاي. مادام عرفت إنه ثمين وهام، وزعه في الصح. فقسمناهم زي ما قلنا A B C D، يبقى الترتيب بيمشي كده بالأهمية والاستعجال. طيب فن ترتيب الأوليات، اسأل نفسك سؤال مهم قوي، هل هناك أمر واحد لو فعلته يؤدي لتغيير إيجابي كبير في حياتك الشخصية، ونفس الشيء في حياتك المهنية؟ هل في مشكلة أنت عندك تختلف عن الآخرين أو مشترك حتى فيها مع آخرين، تقدر لو اشتغلت عليها تنقذ كثير من الوقت؟ كل واحد فينا عارف علله، كل واحد فينا هو طبيب نفسه، فلو عملت بحث وعرفت فين النقطة اللي لو حسنتها تنقذ كثير من الوقت وتسيطر بها على حياتك، اشتغل عليها سواء على المستوى الشخصي أو المهني. طيب لو رجعنا تاني للإمبورتنت والإرجنت، الهام والعاجل، هنلاقي في منطقة الحمراء اللي فيها أهم أكتيفيتيز وبنبدأ بيها دايما لأنها هامة وعاجلة. تشمل إيه؟ الأزمات. ما أقدرش ماسورة مفتوحة زي النهاردة، كان عند السيدة عائشة كان في ماسورة مفتوحة، ما أقدرش أسيبها وأروح أشتغل في حتة تانية، ما أنا الماسورة عمالة بتغرق الدنيا مية، خلاص كرايسيس. سواء أنا بحب بقى الكلام ده ولا بحبوش، غصب عني لازم أتعامل معاه. البريسنج بروبلمز، مشاكل الضاغطة، ما هو مرتبط بمواعيد، المشاريع لأنها بيبقى لها زمن، كل دول يتحطوا في المنطقة الحمراء الهامة والعاجلة. إيه اللي يتحط بعدها؟ اللي هو الهام لكن غير عاجل، وده اللي بيصنع البيزنس وده اللي يصنع الجروس بتاع المكان. بريفنشن، الحاجات الوقائية، ريليشن شيب بيلدينج، بناء علاقات، اكتشاف فرص جديدة، التخطيط، الترفيه، الترفيه علشان تقدر تكمل يبقى عندك طاقة، فبقى بنحطه نمرة 2. نمرة 3 اللي هو غير هام لكن ارجنت، زي ايه؟ بعض القطاعات، بعض المكالمات، ها، بعض المراسلات والتقارير، بعض المقابلات، اشياء ضاغطة جت لازم تخلص دلوقتي، حد بعت لك عيان من حتة ولازم يعمل له حاجة دلوقتي لكن ما هوش امبورتنت لكن ارجنت، فبحطه في الخانة الثالثة. آخر حاجة بقى اللي هي التوافه، بسموها تريفيا، عمل روتيني مستمر، بعض المكالمات، بعض المراسلات، بعض التقارير، مضيعات الوقت اللي قلناها تتحط كلها في نمرة 4، زائد الأنشطة المحببة، بليزنت اكتيفيتيز، الحاجات اللي انت بتحبها شخصيا توصل لها عندك ميل ليها كده، حطها في الرابعة عشان ما تضغطش على أشياء أهم. طيب بناء على الأربعة دول، لو كل واحد ما عملش في حياته غير مربع من المربعات دي، ايه اللي ممكن يحصل؟ هنلاقي لو انت اشتغلت بس على الحاجات الارجنت والبروجكتس والحاجات الضاغطه، النتيجه اهي قدامنا، ضغط عصبي، انهيار اداء، اداره بالازمات، انشغال معظم الوقت في اطفاء الحرائق، لانك ما بتشتغلش الا على ازمه، ما بتشتغلش الا على حاجه ضاغطه، مشكله عاجله، تسليم مشروعه بس ولاغي باقي الاشياء، فادي النتائج. هنا في بوزيتيف بقى، لو قدرنا اغلب وقتنا يبقى تخطيط وتحضير وفي توازن، لا هنوصل للازمات ولا هنوصل للاختناقات، والجروث هيحصل في الاعمال بتاعتنا. فدايما نحاول كل شغلنا يبقى مخطط ومنظم وفي بالانس عشان ما نرجعش لنمبر 1. نمرة 3 برضو لو ركزت عليها، اللي هي بعض المكالمات وبعض الميتينجز وبعض التقارير والكلام ده، هتلاقي انك انت راجل بتشتغل كله شورت تيرم، بيطلع عنك سمعة برضو انك انت مشتغلش الا بالازمات، وبتتلون اللي هي الكاميليون زي الحرباية، بتتلون باستمرار وبتغير في نفسك عشان تتناسب مع اللي حاصل، زائد هتستدفه الاهداف والخطط، وهتبقى ضحية عدم التحكم وعلاقاتك هتبقى سطحية لو اشتغلت بس على ما يأتيك من مكالمة او من طلب تقرير اللي هو ريسبونسيف، نسميه ريسبونسيف، انفعالي. اخر واحدة بقى، لو اشتغلت على التوافه وعلى الحاجات اللي نوت امبورتنت وعلى الحاجات البليزنت اللي انت بتحبها وبس، ادي النتيجة، عدم تحمل مسؤولية، اعتماد على الاخرين في الاساسيات، وغالبا هتترفد.
بأمانة صحيح، لأنك أنت بعدت عن الثلاثة التانيين واشتغلت بس على المربع الأخير. نصائح أخيرة: الفوضى تعني نهايتك وقد تؤدي لانسحاقك. حافظ على مكتبك خاليا وركز على عمل واحد في كل مرة. يجب أن يكون لديك نظام لحفظ ملفاتك. تعامل مع كل ورقة مرة واحدة زي ما قلنا، خد فيها قرار يتنجزها يتفوض بيها يتأجلها يتلغيها، المهم انك انت تتعامل معها مرة واحدة، ما تركنهاش لمرة اخرى. تعامل مع كل مراسلة مرة واحدة، رد عليها، ما تركنش الميل بتاعك. الميل بتاعك مش هو قائمة اعمالك اليومية، الميل حاجة معمولة علشان تبلغك اخبار او تنقلك اوردرز ورد عليها اذا حبيت، ما مش لازم الرد ما تردش. اجعل دائما مكالماتك قصيرة، رد وانت واقف. حد جرب الحكاية دي؟ حاجة نفسية، لو رديت على التليفون وانت واقف مش تطول على فكرة، انما لو قعدت هتريح تنجعس كده. مكالمة بدل ما تاخد 3 دقايق هتاخد 6 دقايق. ابدأ المكالمة بذكر الهدف منها. انا بكلم حضرتك بس عشان نتكلم في الموضوع الفلاني، انا بتكلم عشان اخد فيدباك عن كذا وكذا، انا ما بتكلمش عشان ارغي، ما بتكلمش عشان اسولف على رأي السعوديين. ضع امامك ما يحفزك للعمل التالي، يعني دايما ايه، تبقى حاطط قدامك حاجة شغل وانت بتتكلم في التليفون فتبقى عارف ان وراك شغل. تمام؟ انت لا تعثر على الوقت اللازم للانجاز، انت تصنعه. كل ما تعمل له تكلفة، تعلم ان تقول لا احيانا. وفي النهاية مش هلاقي احلى من هذه الكلمة للامام الحسن البصري: يا ابن ادم انما انت ايام، فاذا ذهب يومك ذهب بعضك. شكرا.